نعود إلى الخبر الوطني. من دون شك لاحظتم تراجعا ملموسا في درجات الحرارة، تراجع تلمسونه أكثر أنتم مشاهدين قاطني المناطق الجبلية. وإلى الجبل انتقلنا، نواحي شفشاون تحديدا، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر. أكثر المتضررين أطفال صغار متشبثون بالتمدرس. في إحدى الفرعيات شهد الفريق التلاميذ تصطك أسنانهم، ولكم أن تتصوروا الوضع في غياب التدفئة. روبرتاج فؤاد عزوزي وإدريس الكوهين. في جبال تكسو قممها الثلوج لم تمنع درجة الحرارة المتدنية أطفالا من السير خطوات أولى في درب التعلم. برد ومعاناة في التنقل كيلومترات عدة للوصول إلى فرعية المدرسة الابتدائية الزاوية بجماعة بن حمل نواحي الشاون. أولادنا كيجيو بعادين راه جوج كيلومتر ونص. مع البرد والشتاء هذه راه كينقطعوا على الدراسة. ويعني على حسب المؤسسة راه ما كاين سياج، ما كاين طواليط، ما كاين شي الماء، فهمتي بزاف الحاجات اللي ناقصين هنا. والبرد يلاحق التلاميذ حتى في فصول الدراسة. هنا بهذا القسم المشترك لا وجود لوسائل التدفئة. لساعات البرد تركت أثرا واضحا في أيادي التلاميذ الذين يستعينون بالمعاطف لتدفئتها. المدرسة تحس بالبرد؟ وشنو كدير باش كتسخن؟ بالنار. الفرعية تتوفر على مدفأة واحدة، لم يستطع الأساتذة إلى استعمالها سبيلا. وزاد الطين بلة عدم توفر المدرسة لا على ماء ولا كهرباء ولا مرافق صحية. هذه الأيامات هذه البرد صعيب على التلامذ، خصوصا القسم الأول والقسم الثاني. يعني التلميذ كيوصل يدو جامدة، يعني خصو يبقى عايدا نص ساعة ولا عايدا حتى يسخون، عاد يمكن له يشبر لك الطباشير ولا يشبر الملونات. يعني كاين البرد في هذا الفصل، هذا كاين البرد، كاين البرد. وهذا الاقسام ما عندهاش مجهزه، لا شيمينيات، لا عطاونا الشيمينيات وحنا ما كنعرفوش نركبوهم. تلاميذ في انتظار الدفء المادي والمعنوي لينير لهم طريقا نحو العلم لن يكون حتما مفروشا بالورود في هذه الجبال.